البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بألف خير. بغيت نشكركم بزاف البنات اللي دخلوا معايا جداد، والبنات اللي كانوا معايا، وعلى تشجيعاتكم والتعليقات ديالكم. ونتمنى الوصفه اللي كنعطيكم تكون اكل، ولا تكون وجه، ولا تكون اي حاجه تبدو بها. ونتمنى نكون ديما في كل شيء اللي كنقدم لكم، ويعجبوني ديما الكومونتير اللي كتكتبوا ليا. هاد الوصفه اللي غندير معكم ديال الوجه، بالنسبه لدابا جاي الصيف، دابا كاين الصيف، بالنسبه للبشره الجافه والبشره العاديه، هاد الوصفه ديال الحال سخون اللي كينشف ليه وجهه واللي كيسخن ليه وجهه، كترجعو رطبه وكتعطي لمعان. هاهي الوصفه دابا غادي نديرها معكم. هانتوما جوج معالق كبار ديال الحليب، وهادي معلقه صغيره ديال ماء الورد، وهادي معلقه، نص معلقه ديال العسل، ديروا غير نص معلقه. هانتوما نخلطوا كلشي على حسابي كما قلت لكم. هادي بالنسبه لهاد فصل الصيف اللي كيكون داك الصهد وداك الريح سخون، كنديرو هانتوما تنديروها وتنخليوها 20 دقيقة. الله، وإلا عندكم لافوكا البنات ديروها، أنا ما تصابتش عندي، كندير لها حتى لافوكا، كتجي قلت لكم رائعة. خليوها 20 دقيقة ومن بعد نرجع معكم ونكملوا الوصفة. البنات من بعد ما درنا 20 دقيقة، ها هي كيجي كيما قلت لكم مع داك العسل، كيجي بحال كيزلق، يعني رطب رطب رطب. ونديروا هاد الكريم اللي عند الكريم اللي عندكم البنات، ديروا اللي كديروا. ها هو من بعد غنصحكم نصيحه ديما، الا غسلتوا وجهكم ضروري ترشوه بماء الورد، ديروه في هاد سميتو المخباخه ورشوه بها ضروري، ولا الا خرجتو من الحمام ولا اي وقت وقت ما غسلتوا وجهكم ضروري ماء الورد، كيرطبوا كلشي. ايوا نتمنى البنات تجربوا هاد الوصفه وديروها بالنسبه لهاد الفصل الصيف، ونتمنى تجربوها وتعجبكم، ونتمنى ديما تشجعوني ودعموني وكتبوا لي ديما تعليقات. وبسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. سلامة.